هاشتاج ارحل يا سيسي ظهر أول مرة منذ 5 سنوات عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين بدأ يظهر بين الحين والآخر في مناسبات اقتصادية اجتماعية سياسية. عاد الهاشتاج لينتشر مرة أخرى وبكثافة خلال 48 ساعة الماضية، وهذا هو السبب. عارفين أمة العوز، أمة الفقر، دخلونا فيها، ولما اجي اخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي. لما اجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل، فدي ازعل. تصريحات الرئيس المصري هذه جاءت أثناء المؤتمر الوطني السادس للشباب، وكان يتحدث عن ضرورة الخروج مما وصفه بالعوز الأخلاقي العلمي الاقتصادي، وأنها عملية مجتمعية وليست عملية حكومية. السيسي أول مرة يعلق على هاشتاج، هو بالتأكيد السبب في تصدر هذا الهاشتاج الأكثر تفاعلا في مصر مرة أخرى، تخطت التغريدات المتعلقة به 150 ألف تغريدة. ليس كثير، لأنه هذا الهاشتاج نفسه كان قد تصدر في الشهر الماضي التفاعل معه، ووصلت تغريداته إلى نحو 300 ألف تغريدة. كانت الأحداث حينها تتعلق بزيادات في الأسعار، الوقود، الكهرباء، وتذاكر المترو. التغريدات المعلقة على ما قاله السيسي تنوعت بين المستنكر والساخر. هذه بعض النماذج التي انتقيناها. إلهام المرغاني يقول: كيف نتحدث عن انتشالنا من العوز؟ كيف تتحدث؟ كم كان معدل الفقر في عام 2010؟ وكم وصلت نسبته في عام 2014؟ وكيف أصبح بعد تعويم الجنيه؟ هذه التغريدة لأسامة جاويش يقول: السيسي زعلان، صالحوه يا جماعة، صالحوه، ما يصحش كده. وهذه الصورة التي أدرجها التي يبدو فيها السيسي زعلان. لم تنحصر ردود الفعل حول تعليق السيسي على التغريدات، بل نشر البعض مقاطع مسجلة سابقة للسيسي من مؤتمر الشباب العام الماضي. هذه بعضها. قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، لو المصريين ما عايزين ما هقعد ثانية في المكان ده، ثانية. أنا بالنسبة لي ما أقدرش أسمح لنفسي ولا أقبل لا لكم ولا ليا إن أنا أبقى موجود في مكان ده رغما عنكم. بالطبع لا بد أن نشير إلى أن عدد التغريدات لا يعكس بالصورة وبشكل دقيق مستويات الرضا عن أداء السيسي في مصر. نعم، يستخدم تويتر في مصر نحو 2 مليون شخص، طبعا غالبيتهم من الشباب، لكن ملايين آخرين لا يستخدمونه، ويجب أن نذكر أن عدد الشعب المصري 100 مليون. يبدو أن الرئيس المصري لم يكن فقط متابعا لما هو منتشر على تويتر فقط، بل إنه يعرف تحدي الكيكي، لكن البعض لم يعتبر كلامه مزحة. قاعدين انتوا تركبوا العربيات وكيكي وكيكي. يا المهندس طارق، زود البنزين ما تقلقش.